ونبيه ونبيه. عندك شي ياش من الجبلات داخل ياش من الجبلات. خلي واحد اخر يدخل تحت راسك. علاش صافي دخلنا اللايف سعيد. تعطوا الاوكي كاملين ونبداوها باش واحد مشاهدينا الكرام سنتابع بعد لحظات تصريح يلا صافي اوكي كاملين فقط من اجل وضع مكونات الجسم الصحفي في الصوره النهائيه والكامله لمكان الواقعه المأساويه للطفل ريان. ما يجري الان من هذه العملية التقنية يتلخص فيما يلي: اقتربنا من مرحلة الحفر الأفقي باش نمشيو نيشان في كين طفل ريان قريبة. هذه المرحلة هي أهم مرحلة وأعقد مرحلة. علاش؟ حيت غادي ينزلوا فيها ناس هما اللي غادي يحفروا ذاك الحفرة الأفقية. هاد الناس مستحيل تنزلهم لما كنتيش مأمن لهم الفوق. مستحيل غتجيب واحد تقول لي دخل حفر ليا واحد 4 متر ولا 3 متر ولا 5 متر وانت ما مأمنش لي الفوق. العمليه ما غيحفرهاش واحد، غتحفرها ايكيب. يعني مستحيل غتضحي بايكيب وانت عندك الشك بانه شي حاجه راه غتريب. اللي كيجري الان هو انك غتريب داك الشيء اللي مشكوك فيه. سكون ابيل لا ستابيليزاسيون ولا الحمايه كما قال الاخ. اي حاجه كتبان لك قريبه تطيح وكتفرتت ولا فيها الشك يعني غادي تحيدها باش تستابيليزي الحفره. هذه هي العمليه اللي كتم. غير مره كيبان لكم لي زونجان كيخرجوا. لي زونجان كيخرجوا راه كاين ناس مختصين، كاين الوقايه المدنيه، كاين تقنيه المسح التوبوغرافي، كاين انجينيور المدني. مني كتبان ليه شي طرف غادي يطيح يعني كيرجعوا دوك الاليات تيطيح داك الطرف. الامر اللي كيبان لكم مره واحد التوقف ديال 5 دقائق 10 دقائق راه غير هذا. اللي بان لكم يزون جا خرجوا عرفوا كيتسنى واحد الطرف تيطيح باش ما يطيحش على داك الشيفور تما كاين ونوقعوا ثاني فيما لا يحمد عقباه وما لا يتمناه الجميع. لان هناك ارواح بشريه داخل الحفره ما باغيين حتى شي واحد يتاذى، باغي العمليه يخرجوا منها كاع العمال السائقين التقنيين المسح التوبوغرافي المهندسين العناصر الوطنيه يخرجوا منها بسلام ما يتاذى شي واحد. جوج حوايج في العمليه تفهموهم. مني توقف العمليه عرفوا بانه راه غير حمايه لشي حاجه غطيح، ما كاين حتى شي حاجه اخرى نهائيا. العمليه غتبقى توقف مره 10 دقائق ربع ساعه 10 دقائق ربع ساعه بين ما يطيح داك الطرف ويخرجوا كيما وقع دابا راك شفتوها طاح واحد الميترو على ميترو وعادي جدا، ولكن ما تخليش يطيح على تلك الشيفون. الحاجه الثانيه هو انه احنا غادي نطيحوا فيما بان شي حاجه كيما كتشوفوا دابا البوكلا هي اللي كطيح باش ليكيب من الدخول تحفر ديك الحفره الافقيه ما تلقاش مشكل. المترج اللي وصلنا ليه دابا هو 30 متر يعني ما بقى والو. وكنشكر مجددا الجسم الصحفي على التعاون وعلى الساكنه المحليه وكنطلبوا منكم مزيد من التعاون والوطئيه الايجابيه حتى نجحوا في المهمه ديالو والمهمه ديالنا المهمه ديال الجميع. وشكرا لكم. سؤال واحد سؤال واحد حد على الحاله ديال ريان نفس الجواب. الامل في الحياه يظل قائما يعني الى ان يثبت غير ذلك اللجنه الطبيه. نعم. هناك امل في الحياه كبير ونتمنى ذلك ونسال الله صادقين ان ننجح في الامر ان شاء الله. بالنسبه للمده الا لاحظتوا انتم راه كتشوف ما تقدرش تتحكم فيها كيف ما قلت. راه المترو كيختلف ما بين المترو كيوقع لك مثلا شويه غادي يطيح كيستق لك واحد الساعه. العمليه كيف ما شفتوها انتم بعينكم راه عمليه جد معقده جد صعبه. راه يكفي انك تقول لك غير ارواح راه في الحفره راك غتفهموا بان العمليه راه ماشي بس يعني بهذيك السرعه العشوائيه السرعه المتهوره. راه حتى واحد ما غيبغي الاذى دوك الارواح اللي تما كاين. مستحيل فيكم شي واحد غادي يبغي الناس تاذى ولا يوقع عليهم شي حاجه ولا شي شيفور يموت. هذه ما يبغيها حتى شي واحد. اسم الصعبه يعني هناك خطر ديال الهدم الردم وانجراف التربه حيت كتشوفوا التربه هشه والحفره راه بحال واحد التل بحال واحد التل كبير شويه يعني راه في اي لحظه يقدر يريب الا ما خديتيش الاحتياطات.
والاحتياطات كتاخذها بناء على ملاحظات ديال الناس التقنيين عندهم دي زاباري ديالهم كيقول لك صافي خرج راه هذيك غطيح. هي العمليه كيفاش كتمبروا مثلا الوقت كما قلت اخي مستحيل نجاوب عليك عليه علاش حيت كتكون خدام حتى كتخرج لك شي حاجه من الجنب ثاني كديرها كطلع الطريق الفوق هي اللي كتشوفوا اللي مهم هو الاليات ما كتوقفش راكم شفتوها كلها 24 ساعه على 24 ساعه على الساعه دقيقه على دقيقه الثانيه على الثانيه ريان واش كياكل لحد الان انا غنقول لكم ريان ما كياكلش ولكن الامل في الحياه يظل كبير 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 جدا نتمنى ذلك الشعب المغربي كيسول واش ريان مازال على قيد الحياه احنا قلت لك الامل في الامل في الحياه يظل كبير بالنسبه لنا احنا ك يعني انتم ما عندكم معلومات دابا انا الجسم املنا كبير وكبير 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 جدا ان يكون الطفل ريان على قيد الحياه تزويد على الاكسجين على مدار الثانيه والدقيقه مصطفى بارك الله فيك رئيس لجنه التفكير عبد الهادي التمراني عن عبد الهادي التمراني لجنه التتبع عن الخليه المكلفه بمحاوله انقاذ الطفل ريان شي كلمه الايام الثانيه اللي وقع صافي يلاه صافي باختصار